احنا طول الوقت بندور على اي نظام يطلع علشان نخس، فاحنا طول الوقت عايزين نخس بس ما بنشتغلش ان احنا نخس صح، او عايزين نخس بس بنعمل العكس تماما. من ضمن الحاجات الجديدة حمية الهرمونات، هل ده مصطلح علمي حقيقي؟ لا، هو زي ما الدكتور قال الهرمونز ليها اثر كبير جدا في حتة زيادة الوزن او منع نزول الوزن، يعني بتصعب العملية. يعني انا بيجي لي ناس مثلا عندها تكيس مبايض، فده برضو بيبقى خلل في هرمونات كتيرة قوي نسائية، ده يقلل نزول الوزن. عندها ثايرويد تي 3 والتي 4 بتاعها مش متظبط، ده برضو يخليها ما تعرفش تخس. عندها فاتي ليفر، فمش بتعرف دهون برضو الكبد. دهن يعني كبد دهني، فمش عارفه برضو، يعني بيبقى فيه صعوبه. انما هي بقى كمان المشكله في فقد الوزن ده لازم الاستمراريه. يعني في بيشنت تجي لك مثلا تقول لك ايه، انا عايزه اخس 15 كيلو في شهر، ازاي؟ ما فيش كده، يعني مفيش. حتى مش صحي كمان. ايوه، بس انا هنا الهرمونات بتعمل ايه مع حضرتك انتي لو انا عايزه اخس؟ الهرمونات عندي لازم تبقى بالانس، لازم تبقى مظبوطه، يعني او يعني على قد ما نقدر. في بقى هرمونات كتير جدا بتساعد انك انت تخسي، منها مثلا الجروث هرمون. الجروث هرمون ده لو حد بيسهر طول الليل وبينام مثلا الساعه 3 4 ويصحى متاخر جدا، جروث هرمون ده اللي هو بيجي هرمون من النمو. الهرمون النمو، ده بيجي من الدلتا سليب. انت عارفه النوم ده موجات، نخش في الرام ده اللي هو مثلا المفروض الميعاد بتاعه الساعه البيولوجيه بتاعته الساعه 10 ونص، بعد كده بنخش الدلتا سليب، ده الوقت اللي بيطلع فيه الجروس هرمون. فده مفيش حد بينام من الساعة 10 لا، ونص يعني للتمانية، بننام على ما نوصلش الواحدة واتنين وكده، بنوصل الواحدة ما هو واتنين بقى ده وتلاتة برضه بيخلي بيأثر على الوش وعلى الشعر وعلى الضوافر، لأن الجروس هرمون ده بعد ما الواحد كبر خلاص هو مسؤول بقى عن تظبيط شكلك، شكل الشباب. يعني في فنانات بنشوفهم شباب قوي تقول لك اصلا بنام بدري، ده حقيقة، ده حقيقي ده بتحافظ حقيقة، بتحافظ على نفسك.